الحقيقة الحلقة جميلة وأجمل بحضوركم جميعا، لكن احنا خلاص شارفنا، باقي عن الصلاة يمكن حول 8 دقائق ولا 9 دقائق. لكن قبل نختم ودنا ناخذ من ضيفنا الغالي مشاركتين. أبو عبد الله نبي نسمع. قلت أشرح علي وقلت لك ماني بخير تخفي الظواهر ما تكن الخوافي. النهر عايش دبل عمري وأنا توي صغير، وأضحك وسولف لا صدفت السنافي. أخاف يجتاح من الوضع تأثير، يدور الصفوة ولا نيب صافي. يشتال همي مع هموم مزابير، صدر السنافي ما يعرف العوافي. لابد عنده سر في داخل البير، وجايين يدور للدواء والتشافي. جيوب الأكابر خالية من الدنانير، وأكتافهم ما هي بدايم خفافي. ما يحمل لو جاع غير المناعير، ولا الدماغ الخالي دماغ هافي. ما فاز غير الذيب والداب والطير، تبطش اللي احتاجت بكل احترافي. حتى البعير ما حقد مهو بعير، يبرك على الرأي لجاه اختلافي. ولو ما نحس بحساب للدين ونغير، ما كان تقرشنا حبوب السوافي. طرد الشفوف وطرد حب الغنادير، ما هو بيوخذ منها الحق وافي. يلي تقول احتاجك احتاج تخدير، لجأة ناس جرح ليلة التجافي. جيتك معي موكب مثل موكب أمير، وعودت من عندك على الرجل حافي. تبغى الكلام اللي ما يحتاج تبرير، كافي من السكات والحب كافي. كرامة العاشق ترى ما لها سبير، ولا هي بتقبل في الحلول انت صافي. سلامتكم. سلام، بيض الله وجهك. الثانية، حاول تركد في المجالس، لا تلف ولا تدور. القصيدة ذي قد سنبها أبو عبد الله في سناب، الله يوفق. حاول تركد في المجالس، لا تلف ولا تدور. الناس ما تجهل علوم الرجل وش هي نيته، ولا تسرع في الكلام. الناس ما تبغى الهذور، ولا تجي مثل النشيط اللي سابق فيته. ولا تعرض للقبائل، ما انت في الهج معذور. الطيب ما هو حكر لك ولا معك ملكيته. بعض القبائل فعلها سطر له التاريخ دور، وبعض الرجال امير ما تقدر على شخصيته. الذم من طبع الردي، والسب من طبع الغيور. اما وردت العيد، اما وردت العد، ولا لا تغذر بميت. سلامتكم. سلمت، الله يبيض وجهك ويجيكم ويرحم والديك. والسامع، الهاشتاج سألنا في سؤال وقلنا أين مات حاتم الطائي، وحطينا 3 خيارات: في بيشة، في الخرج، ولا في حائل. طبعا لا والله احنا حطينا خيارات، ما قلنا، لكن احنا حطينا خيارات لأجل بيشة والخرج، ما عشان المشاهد يفهم وش الحل. والله يا اخواني أسحب عشوائي كذا، وارى ان الفائز معنا هو لانها ارسل. بس كيف يا اخي، هذا عبد العزيز القحطاني ارسل الجواب صحيح، قال حايل، والجواب الصحيح هو حايل، لكن اهدى الجائزه للمتسابقين كلهم. كل رساله مديها باسم واحد، هنا يقول الفائز الشهراني، وهنا يقول محمد المسفر، وهنا يقول زايد القحطاني، وهنا يقول حشر الفهاد، وهنا يقول تركي السبيع، وهنا يقول سامي عنزي، وهنا يقول شنار الدوسري، وهنا عبد القحطاني. انشبته يا عبد العزيز، احنا قلنا واحد. اذا عبد العزيز بندور غيره. لا بس ما يصرح، المسابقه ان يهديها واحد. هو له سياسه يا ابو عبد الله. ما يبغى يخسر الرجال من هالجمله. اي لا، يقول لهم انهم وقعوا على الاسم هذا على الاسم اللي فيه. طيب انا اختار الاخت امال، جوابها صحيح، تقول حايل، وتهدي 150 نقطة لعبد الله المري. إذن يا عبد الله المري مبروك، سجلوا لعبد الله المري 150 نقطة. عبد الإله المري، وأنت عبد الإله؟ إيه عبد الإله، ونعم مبروك يا عبد الإله، استاهل 150 من الأخت أمال. إيه نعم، استاهل استاهل. سأل الله يوفقهم من يسمع. شكرا أختي أمال، شكرا لكل من شاركنا في الهاشتاج، شكرا لكم، ويستاهل عبد الله المري. والخمسمية من هي له؟ الخمسمية بشوف الكنترول حضر معنا. تفضل يا أبو جد، تقسم على الشباب اللي حضروا معنا. لا الميزة واحد، ولا المسابقة لو تقسم كان حتى الجائزة قسموها. ترضون المليون يقسم عليكم ولا واحد يأخذه؟ لا ما في المسابقة، مسابقة مسابقة مسابقة. يا مخرج انا قابل، يا كنترول اللي بقى معنا اليوم عبد الله المري، وعايض البقمي، واخوي الرزقي، وايضا اخوي الظفيري، معنا 4. من ترون، من ترون يستحق 500 في هذا اليوم؟
لا أنا أبغى واحد. طيب يقولون اختاروا أخوي عايض القمي تستاهل 500 واختراه يقول انه جاء قبل الحلقه السابقون واقف السابقون. من اول ما جيتوا الى الان وكلهم والله ونعم اللي سجلوا 500 نقطه اهداء من مجلس النشامه العايض السميل القمي تستاهل عايض واخوياك الباقيين مطاليق ويستاهلون وبشروا بالعوض ان شاء الله حضوركم معنا مكسب لنا بدون نقاط بدون شيء الله يحييكم مرحبا بكم ما هي بكل مره الله يحييكم جميعا الشكر موصول ايضا بعد شكر الله تعالى لكم جميعا كل من حضر معنا اخوانا ابو صالح وابو علي وابو بجاد وابو سعود وابو مشبب واخوي حميد الله يبيض وجهكم حميد ابو عبد الله الله يبيض وجهك على الحضور وعلى تعني المسافه وعلى السفر والطيب ما يستغرب من هله حضوركم جمل وكلامكم جمل ومثلت نفسك وربعك خير تمثيل الله يحييك ابو عبد الله يمد في حياتك كلمة أخيرة تبغى تقولها للمشاهدين البرنامج أقول إنها أبرك الساعات إني اجتمعت بها الوجيه الطيبة ودعوتك أبو عبد الله غالية علينا وزي ما قلت لك الحضور معكم رصيد للرجل الله يحييك أبو عبد الله والله أنت من الشعراء الخلوقين واللي كلامهم طيب ونصائحهم طيبة لكن بعيد عن الإعلام فدعيتك ودنا نبرز مثلك وشرواك تستاهل ومثلك يبرز ومثلك يقدم في المجالس والله يوفقنا وياك لطاعته والله واحنا نشكرك ثم نشكرك ثم نشكرك جزاك الله خير ايضا الشكر لابو تخيل لا لما نيجي تختم لا احد يقول ثانيه ولا لا بس تبرع بس سريع ولا دقيقه تبرع نشكرك يا ابو تخيل الله يبيض وجهك فاهم معي يا رئيس لما تفهم ما له ما سارع ايش رايك بالرجال لما جينا خلص قام يقاطعنا امتحان عند خلال ولا الشحن ولا يرد من اللي جاي خلاص صار امشي والله سمعنا طاعة اجازه ما فيه ها اللي اجازه كانسل نقول سمعنا طاعة طيب ايش بك تذبح عني بالنيابه خليك تروح ايوه امشي لا 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 2000 2000 الله يوفقكم الله يجملنا وانتم نشكركم على المتابعه الان نستاذنكم بننتقل للمسجد نصلي ويجيكم اخويانا الاخرين بعد الصلاه يواصلون معكم نترككم انا واخوياي في رعايه الله وحفظه نلتقي بكم غدا في نفس الموعد الساعه 9 صباحا نتمنى ان نكون قدمنا ما يرضي الله تعالى ثم ما ينال استحسانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يوفقكم انا اللي باذن ابو عبد الله سبحانه ها لا باذن ابو بجاد